متابعي قناة أم آدم أحمد، مرحبا بكم معايا في لاشين ديالي. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معاكم شناك بطريقة سهلة ومقادير بسيطة. كنحتاجوا ليه في المقادير: بيضة واحدة، 4 معالق سنيدة، 4 معالق زيت، معلقة كبيرة ديال الزبدة، سكر منسم بنكهة الفاني، خميرة ديال الخبز، الخميرة على حسب الجو، الحليب دافي، والدقيق. استعملت أنا هنا 400 غرام ديال الدقيق. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. دابا ندوزو لطريقة التحضير. أول حاجة غادي ناخد هاد الخميرة، غنضعف فيه شي زلافة، نضيف لها 4 معالق كبار سنيدة، ونضيف لها الحليب دافي، ونخلطهم مزيان. نخلط هاد الخميرة مع السنيدة باش تفاعل ليا الخميرة. ها هي دابا غادي نخليها حتى تفاعل ليا مزيان، وتذوب ليا الخميرة مع السكر سنيدة، وندوزو نحضرو باقي المكونات. دابا غادي ندوزو للطريقة. خديت الدقيق، غنوضع فيه بيضة، نوضع فاني، 4 معالق ديال الزيت، هاهي الخميرة من بعد مني تفاعلت ليا. دابا غادا نبدا ندخل هاد البيض و الزيت في الدقيق. نضع معلقة ديال الزبدة، معلقة ديال أنا معلقة كبيرة، نحاول نرملها في الدقيق، حتى يترمل ليا الدقيق. ضفت قريصة ديال الملح، نسيت ما ذكرتهاش لكم في المقادير، غير قريصة. نحاول ندخل هاد الزبدة مزيان، هاهي راه دخلت ليا في الدقيق. دابا غادا نضيف هاد الخميرة والسنيدة، راه تفاعلت ليا الخميرة مزيان. كنديروها مع الحليب والسنيدة غير باش كتساعدنا دغيا كتفاعل لينا. دابا نبقى نضيف الحليب دافي حتى نجمع الخليط، كنضيفو تدريجيا. هو بدا كيتجمع ليا، ما تكونش عجينتو قاصحه وما تكونش مرخوفه، عاديه باش تخدم لينا. نحاول نجمع الدقيق، باقي عندي شويه دقيق هنايا في الاناء.
هي بارك عليها، ما نبقاش نضيف الدقيق. ها هو الشكل ديالها، كتجي بحال هكا، ما كتجيش قاصحه وما كتجيش رطبه. الا بغيتو تدلكوها غير واحد شويه، غير كتجمعوها بحال هكا، ماشي كتدلكوها بزاف. غير كيتجمع لينا الدقيق. دابا غدا نوضع في هذا الاناء هيا ونخليها تخمر، يتضاعف الحجم ديالها. عاد نكملو. ها هي العجينه ديالي من بعد مني خمرات ليا، ها هي راه ضاعف الحجم ديالها، شوفوا تبارك الله راه خمرات. دابا غدا ندوز نحضر الحشوه باش غدا نعمر. خديت الحليب وضعته هنا في كاسرول، ودرت 3 معالق سنيده ومعلقه ونص ديال الكريم باتيسير، وغادي نحرك مزيان ونديرهم فوق البوطه حتى كطيب ليا هاد الكريمة. نحيد هاد العجينة، نحاول نخرج منها هاد الهواء. خمرات ليا مزيان. ها دابا غدا نرش شويه الدقيق هنا على سطح العمل، ونحاول نسرحها ونطلقها مزيان. نسرح وانا كنوضع الدقيق باش ما تلصقش. نحاول نسرحها مزيان. انا نبقى غدا بهاد الطريقه نسرحها حتى نسرحها مزيان ونتلاقى بكم. ها هي البنات، من بعد مني وجدت الكريم باتيسري ديالي، دابا غدا نوزعها على هاد العجينه. نحاول نسرح هاد العجين كامل على هاد العجين كامل اللي عندي. يمكن لكم تستعملوا كريم باتيسري ولا الكونفيتير اللي متوفر عندكم، كونفيتير ديال الفريز ديال المشماش حتى هو كيجي زوين فيها. انا دابا سرحت هاد الكريمه
غنوزع فوق منها شويه ديال الشوكولا اللي حكيتها كرقيق، غير اختياري. دابا كنبدأ نروليها من هنا من هاد الجناب، كنبدأ نطويها. نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم. كنستمر بهذه الطريقة كاملة، كنرولي فيها حتى نكملها. هي من بعد ملي كملتها، دابا كناخد خيط هكا خيط وكنحاول نقطع به هاد العجينه، كنديرو من هنا من لتحت بحال هكا وكن نقطع. هادي غير الجنيب ديال لتحت، ها هي نديرو من لتحت ونقطع من هنا. نقرب لكم شوية، من التحت ونقطع. هيا تنحطهم، نكمل هذه كاملة العجينة اللي عندي باش نحطهم في الطاوة. طريقة سهلة وبسيطة، انا كتجيني هاد الطريقة سهلة ديال الخيط، دغيا كيتقطع وكيتقطع مقاد. هاهو هو. دابا انا غادي نكمل هاد الرولو اللي باقي عندي كامل ديال العجينه، نكملو هكا بهاد الطريقه ونطلقها. ها هما البنات، من بعد مني كملتهم وضعتهم في الطاوه، دابا غادي ندهنهم بالبيض. دهنوا مزيان هكا من الجناب، انا غادي نكمل هادو اللي عندي كاملين ندهنهم بالبيض وندخلهم الفران حتى يخمروا مزيان. ماشي الفران شاعل، غير ندخلهم هكا في الفران باش يخمروا ليا دغيا، ومني يخمروا نطيبهم
ومن يطيبوا ان شاء الله نتلاقاو في الشكل النهائي. ها هما البنات الشنيك ديالنا، ها هو كيجي على هذا الشكل، راه كيجي زوين. من بعد من خمر دخلته الفران حتى طاب ودهنته هكا بشويه ديال الناباج من الفوق غير باش كيعطي داك البريو. كيعجبني انا فيه الناباج، راه كيجي زوين ونتمنى تجربوه. مكوناته بسيطه، نقسم معاكم تشوفوا كي كيجي من الداخل. كي قلت لكم يمكن لكم تعمروه باللي بغيتو، صراحه كيجي زوين. نتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. وإلا عجبكم كيف ديما ما تنساوش تدعموني بلي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. وإلى فيديو قادم، والسلام عليكم.